بالاضافه للساحه السياسيه انت كتشوفي دابا كاين مجتمع يغلي كاين تظاهرات كاين مبادرات كاين معارضين من نوع جديد كاين اللي يعارضون في الخارج يعارضون في الداخل كاين ناس يعني يفتحون معارك هكذا بمفردهم ملي كيكون شي ظلم يعني لاحق مواطن او مجموعه مواطنين ينتفضون لوحدهم. هاد الآليات في الاشتغال في مواجهة الظلم في مواجهة التفاوت الاجتماعي في مواجهة السلطوية إلى غير ذلك، هاد الشكل من شكل المواجهة ليس فعالا، يجب أن نبحث عن أشكال جديدة، وهذه الأشكال تقتضي أن نمكن المغاربة من بنيات قارة ودائمة للكفاح للحماية ضد الظلم ولخوض معارك وللربط ما بين النضال في المؤسسات والنضال في الشارع وفي حقول تواجد المواطنين. هذا هو الجديد، بالإضافة طبعا إلى أن الجديد أيضا هو أننا نتمسك بالخيارات الأساس التي كانت أساس تأسيس اليسار في المغرب بشكله الحداثي، وها شنو هي أنه أسبقية الديمقراطية، أسبقية معركة الانتقال الديمقراطي، الربط بين معركة الانتقال الديمقراطي وبين حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. لا يمكن حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في بنية سلطوية. لماذا؟ لأن البنية السلطوية لا تضمن لك المراقبة، إذا لم تكن هناك مراقبة يفتح الباب مشرعا أمام الفساد، أمام الامتيازات، أمام الافتراس، أمام الريع إلى غير ذلك. هذه مهمتنا، وفي نفس الوقت نحن ننطلق من تواضع. نحن حينما شعرنا بضعفنا أدركنا ما هي الوسائل لتجاوز هذا الضعف، أما ورفضنا نوعا من الشعبوية الذي يقوم على أساس أنه رغم أنك ضعيف لا تعترف بضعفك وتشرع في رفع شعارات أو في ممارسة سلوك تعلم بأنه يعني لن يقدمك إلى أمام. مثلا احنا بالنسبة إلينا الأرقام التي حصلنا عليها في الانتخابات تبين بأنه يجب أن نأخذ منها الدروس لكي نطور أداءنا حتى نكون في المؤسسات قادرين على أن نبلغ صوت تلك الجماهير، ولكن العمل في المؤسسات لا يعني أن نغلق الباب أو أن تكون لنا قطيعة مع عمل الشعب حيث يوجد ومعاركه والمظالم التي يتعرض لها. نريد أن نوفر هذا الجسر بين العمل في المؤسسات والعمل الجماهيري، ونحفز المواطنين على المشاركة ونقول لهم الحقيقة ونعترف بتواضعنا ونخطط طريقا للتغلب على ذلك التواضع بالتعاون مع الجميع، وانطلاقا من إدراكنا أنه ليس هناك في المغرب حزب يساري يمكن أن يستغني عن الآخرين وأن يكون بديلا على الآخرين. نحن لا نستطيع أن نكون بديلا على الأحزاب الأخرى، من أنا أتحدث طبعا عن الأحزاب التي هي في الصف التقدمي والتي لم تشارك في يوم من الأيام في أي حكومة. لا معنى لوجود ثلاثة ديال الأحزاب، يجب على الأقل أن نجمعها في حزب واحد وأن نتعاون فيما بعضنا، وكل واحد غادي يجيب المساهمة ديالو باش يمكن لنا نطوروا الأداء ديالنا ويكون أنجع ويكون يليق بمغاربة القرن 21 ويليق بتطلعات شبيبة المغرب ونسائه. حركة 20 فبراير سألتنا، حركة 20 فبراير سألتنا لماذا؟ لأن حركة 20 فبراير أبدعت ما لم يبدعه جيلنا. إذا معنى هذا شنو المعنى ديالو؟ معنى أن جيلنا يجب أن ينصت إلى الجيل الآخر، إلى الجيل الجديد، ومعنى أن جيلنا يجب أن يوفر الإمكانية للجيل الجديد لرسم الآفاق المقبلة للمغرب. ولهذا فنحن دورنا الآن هو أن نؤمن هذا العبور، وأن نؤمن هذا العبور لكي تتاح للجيل الجديد
الفرصة ليقول كلمته وتأكدي أخته بأن هذا هو المسعى الذي نريده إن شاء الله لهذا الحزب. بالنسبة لرفاقنا في الشراك الموحد نقول لك أولا أن الناس في الشراك الموحد كلهم جميعا من الأمين العامة إلى آخره لا نناصب العداء، ويمكن أن نمارس نقدا إذا ما رأينا سلوكا أو رأينا شيئا يستوجب النقد، نتقبله منهم النقد إذا يعني وجهوا إلينا ما كاين حتى شي مشكل. و يعني دائما أنا أستشهد الصحفيين، أستشهدهم بالله أن يبحثوا فيما إذا كنت مثلا في يوم من الأيام تلفظت بعبارة يعني فيها جريح أو فيها يعني مس أو فيها الجهة الأخرى لا أريد الآن أن أدخل معها في هؤلاء ليسوا أعداءنا ياك، احنا خططنا مسار، هذا المسار خططناه جميع، نحن الآن ننفذ ما اتفقنا عليه مع هؤلاء الإخوة الذين بقوا في إطار البنية ديال الحزب الاشتراكي الموحد الرسمية، هذا خططناه معهم، نحن ننفذ ما خططناه معهم. يقولوا لنا واش كاين شي حاجة جديدة اللي درناها ودرناها وهي يعني وحاتبنا لها اللحظة وما عندها علاقة بذاك الشيء، نحن نطبق ما اتفقنا بيناتنا عندما كنا في الشراكة الموحد، نفس الأشياء التي اتفقنا هي التي نطبقها الآن. نتمنى أن يدركوا في يوم من الأيام أن التواضع ضروري، تواضع ضروري، وأنهم هم أيضا في حاجة إلى رفاقهم ورفاقهم في حاجة إليهم، ويلموا الشمل من أجل أن نصنع شيئا جديدا. وأنت تعلمين بأن الأشخاص يمرون يعبرون، ولكن نريد أن تكون هناك مؤسسات تتجاوز الأشخاص تستمر وتقدم للمغرب ما يحتاجه في هذا الظرف الحرج والدقيق من تاريخه. دابا هناك بصورة عامة داخل المجتمع في مرحلة من المراحل داخل المجتمع المغربي بدأنا نلاحظ أن مناضلي اليسار الذين كانوا يشتغلون في اليسار وقعت لهم واحد ما يمكن نسمي ليفازيون، واحد الهروب من البنيات التقليدية الحزبية، ففيهم من ذهب إلى المجتمع المدني وبدأ يشتغل في المجتمع المدني، هناك من ذهب يشتغل في مجالات أخرى غير سياسية، مجال ثقافي أو مجال إبداعي أو مجال ياك إلى آخره. فبسبب أنه وجدوا بأن البنيات تكلست ولم يستطعوا أن يتنفسوا فيها بشكل كافي فغادروها، لكن لما جت حركة 20 فبراير اللي واحد العدد من الرموز ديال حركة 20 فبراير هم أبناء اليسار أو على الأقل عندهم مقربين من اليسار، لما جت حركة 20 فبراير بينات بأنه الآن يجب أن نعيد لم شمل ديال هاد الطاقات اليسارية المشتتة اللي يجب أن يعني تتعاون من أجل أن تعيد لليسار فعله في الساحة عبر حزب يساري، لأنه كما قلتي فعلا ما كيحضروش في سميتو بشكل قوي جدا في العمل اليساري السياسي الرسمي هذا، ولكن يعملون في حقول أخرى. الآن جاء الوقت لكي يدركوا أن ندرك بأن البنيات لم تعد متكلسة وتسمح لهم بأن يشتغلوا بآلية جديدة، طبعا يجب أن تكون هناك آلية جديدة للاشتغال، يجب أن نحيينا برامجنا، نحيينا أفكارنا، أن يعني نتفاعل مع الثقافة الرقمية، يعني يجب أن نفتح آفاقا جديدة. أعتقد بأن هذه الآفاق الجديدة يمكن أن تحفز هؤلاء الشباب على وهؤلاء هذه الفعاليات على العودة إلى العمل الرسمي الحزبي في بنية يسارية مجددة ومبدعة وقادرة على ترجمة أملهم المستقبلية التي أملنا نحن. هذوك الجمعيات ماشي غتدخل، حيت الجمعية جمعية ماشي غتدخل بالبنية ديالها، ولكن الجمعية يمكن أن تساعدك فيما يتعلق بالتعامل المستقبلي، فهمتي؟ مثلا أنا نقول لك مثلا غادي نجيو لواحد المدينة، نعطيك غير تصوير مثال فقط، نجيو مثلا واحد المدينة بمناسبة انتخابات، كنجمعوا الهيئات ديال المجتمع المدني وكنقولوا لها احنا كحزب جديد وهذا
اشنا هو الرأي ديالكم بالنسبة للمرشح اللي خصو يكون؟ ويمكن لنا مثلا هادشي غير كنعطيك أمثلة ديال شنو اللي يمكن لنا نعملو في المستقبل في الحق المؤسسي. مثلا غنقولو لهم اشنو رأيكم في هاد المرشح، واش يمكن تقدموا لنا نتوما مرشح وفق واحد دفتر تحملات مثلا كيقدموا هما واحد المرشح وكنسينيو مثلا الحزب من جهه وهاد المكونات من جهه كتسيني واحد تعاقد على اساس ان هذا المرشح ملي غادي يعمل غادي يعمل وفق البرنامج الحالي، غيدافع اذا كانت جمعيه ايكولوجيه غيدافع على الايكولوجيه، اذا كانت جمعيه امازيغيه غيدافع على يعني المحافظه على التراث الثقافي الامازيغي وكذا وتفعيل الترسيم الى غير ذلك، ياك. وغادي هذا الشكل من العمل الجديد، فهمتي؟ مثلا فيما يتعلق حتى بالحملات الانتخابيه، واش ما جاء الوقت باش تولي حملات انتخابيه جديده؟ مثلا كاين الناس الذين نتفق معهم في بعض الافكار، نطلب منهم انهم هما يعملوا الحمله الانتخابيه، يعملوا اثناء الحمله الانتخابيه كيجيو معنا، ولكن كنبدلوا شكل الحمله. مثلا كيعطينا ساعه من وقته فقط، مثلا واحد المثقف متعاطف معنا باغي، واش يمكن له يعطينا ساعه من وقته؟ نعم. مثلا في المجال الى غير ذلك من الاليات الجديده اللي الان ذاك الاليات التقليديه اصبحت الان متجاوزه، خصنا نفتحوا مجال اليات جديده.